الاهتمام بالملاعب والبنيه التحتيه. والركن الثالث وهو ركن التركيز مع اللعيبه اللي هم موجودين في اوروبا اللي عندهم اصول مغربيه والمغاربه المهجر زي ما المغاربه بيقولوا عليهم او زي ما اليوتيوبر ما بيقولوا عليهم اللي هم المغاربه المغتربين في اوروبا، اللعيبه اللي اتاسسوا في بلدان عريقه في عالم كره القدم قدروا ان هم يقنعوهم بان هم يكونوا موجودين مع المنتخب المغربي. يعني انا بعوز مشروع متكامل بتدور على ناشئين وشباب عن طريق اكاديميه محمد السادس، وبتدور كمان على تطوير البنيه التحتيه عن طريق ان انت بتصرف فلوس على البنيه التحتيه بتاعتك، وبتطور الكره النسائيه عن طريق ان انت بتاخد منح تديها للكره النسائيه علشان خاطر تقدر انها تتطور وتصرف على الانديه في عالم كره القدم النسائيه، وتشجع الناس على ان هم يشتغلوا بجد علشان خاطر هيقدروا ان هم يلاقوا نتائج عكس بلدان تانية كانت بتدي الفلوس دي لانديه عشان خاطر تحل مشاكلها الماديه ومشاكلها في سقف التعاقدات. فالقصه بالنسبه للمغرب بقت مختلفه. المغرب كانت شغال في حاجه عكس كل الدول العربيه او عكس البلدان العربيه اللي شغاله معاها في نفس الطريق، ان المغرب كانت شغاله على عالم كره القدم والناس الناحيه التانيه كانوا شغالين على مشاكل كتير كانوا بيحاولوا يحلوها. ولكن السؤال المهم، بعد المغرب وصلت للنجاحات دي، هل الدول التانيه قدرت انها تحل المشاكل اللي موجوده عندها؟ ده سؤال مهم. يعني هل الانديه اللي كان بيتم دعمها علشان خاطر يتم رفع الايقاف عنها من قبل الانديه اللي كانت بتشتكي عشان عايز تاخد منها فلوس لعيبه، هل تم رفع المشاكل دي؟ الحقيقه لا. يعني في بلدان كده المشاكل موجوده لان كل لعيب بيمشي بيروح يشتكي النادي، وفي بلدان تانية لسه لحد دلوقتي مش قادرين ان هم يسوقوا الدوري بتاعهم بشكل محترم، وفي بلدان ثالثه بتلعب دورياتها على ملاعب ترتان. فدينا بالنسبه للمغرب، المغرب استثمرت في الطريق الصح عكس البلدان اللي حواليها استثمرت في طريق مسدود واستثمرت في طريق مش باين له نهايه واستثمرت في طريق مليان مشاكل كتير. فلما انت تسمع كل الكلام ده من الفيفا ولما تسمع كل الحاجات دي ورا بعض من الفيفا محتاج تفهم حاجه مهمه.